السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. اليوم الموضوع جدا جديد، سنتعرض إلى السايبر أو السايبر سيكوريتي أو الأمن السيبراني. سنتعرض إلى البدايات، كيف تبدأ وبماذا تنصحني وما هي الشهادات التي يجب أن أحصل عليها وما هي المواقع التي يمكن أن أستفيد منها وكيف أكون خبير أو كيف يمكن أن تفتح لي الأبواب المغلقة في مجال الأمن السيبراني. سنتحدث في هذا الفيديو الآن بعد أن تقوم بعمل الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، فهيا بنا ننطلق. أهلا بكم جميعا في هذا الفيديو الذي تم تخصيصه لمناقشة موضوع جدا جدا مهم في مجال السايبر سيكوريتي أو الأمن السيبراني، وبالتحديد ماذا يجب علي أن أفعل في مجال الأمن السيبراني لتطوير نفسي، خصوصا كيف أبدأ هذا العام في تطوير نفسي في هذا المجال. ماذا علي أن أفعل يا سيدتي؟ ماذا تنصحيني أن أفعل؟ كثيرة من هذه الأسئلة تواجهني أو يطرحها علي العديد من الشغفين في مجال الأمن السيبراني، وهذا في الواقع سؤال جدا جيد للغاية ومهم جدا، لكن الإجابة عليه ليست بسهلة، لأن الأمن السيبراني في الواقع مجال جدا متفرع وكبير وضخم ومعقد وفيه الكثير من التخصصات. فبالنسبة لي ومن وجهة نظري لا أعتقد أن هناك إنسان كامل ملم وشامل وخبير في الأمن السيبراني. كل الجميع هم خبراء في تخصص ما في الأمن السيبراني، لكن أنك تجد خبير بمعنى كلمة خبير، لا، الكل يتعلم من الكل. لكن نحن الآن في عام 2022، الشيء الأول الذي يجب علينا أن نفعله هو نركز عليه. إذا أنت كنت شغوف ومن الناس التي تبحث في تطوير نفسها في هذا المجال، عليك أول شيء أن تبدأ باختيار لغة برمجة لتتعلمها. يعني حاول أن تسأل نفسك سؤال، هل فعلا أنا بحاجة إلى تعلم كيفية البرمجة؟ يعني إيش الهدف إذا أنا تعلمت لغة برمجة؟ هل أنا أحتاجها لأجل عمليات اختراق للآخرين، أو أنا أكون إنسان يختبر عمليات الاختراق؟ يجب أن يكون لديك هدف من تعلم أو حاجة من تعلم لغة البرمجة. طبعا أنك يعني تحدد هل أنت راح تكون ethical hacker ولا راح تكون penetration tester. ethical hacker يعني تكون مخترق، تخترق فضاءات أو نطاقات الآخرين. pen tester أنك تكون خبير لعمليات الاختراق، أو أنك تكون من الآخر بس عندك ملم وفي عندك دراية بالأمن السيبراني. هو إجابات على هذا كلياته تختلف من شخص لآخر، وكل شخص إجابته فيها نوع من الحق ونوع من الصراحة ومضبوطة. لكن قد يقول بعض الناس لا، فأنا أراها من وجهة نظر أخرى، وبعض الناس يقولون نعم ومتفقين معي في هذا الشأن. فعليا أنا متأكدة من أن الكثير من هؤلاء الناس إجابته بالنسبة لقناعاته هي صحيحة، لكن أنا دعوني أتحدث وتكون لي إجابة في شقين. إذا كنت أنت من الناس اللي بتحب تتعلم لغة برمجة، فأنا بعرف كتير من الشغوفين يرددون أن لغة بايثون هي لغة أو بايثون هي لغة جدا رائعة وسهلة، ومن خلالها يمكن استخراج الكود بسرعة لنمذجة الأشياء وتطويرها، ويمكن من خلال هذه اللغة أن نفعل الكثير، وفيها عمليات تكامل مختلفة لتسهل علينا الكثير من الأشياء. يعني عملية الانتجريشن مع برامج أخرى سهلة من خلالها. فسواء أنت كمان أو إذا كنت أنت شخص مهتم بالذكاء الاصطناعي أو مهتم بالبلوك تشين، فممكن هذه اللغة تسهل عليك أمور كثيرة. طيب، لكن في نقطة معينة
هذه اللانجوج البايثون أكيد إلها life cycle، إلها زي كل اللغات اللي درسناها أول ما دخلنا في تعلم الحاسب الآلي وانتهت. البايثون رح يكون لها فترة معينة وستنتهي، متى لا ندري، لكن في الواقع تعلمك أو تعطينا مفاهيم للبرمجة وأساسيات للبرمجة. يعني لغة بايثون هي لغة برمجة، لكن هناك أنواع أخرى من اللغات اللي ممكن اللي تعطي قدر أكبر من التحكم، مثل لغة السي أو السي بلس بلس. وفعلا هذه إجابة رائعة، إجابة جيدة. يعني ممكن ناس تحكي لي بايثون، ممكن ناس تحكي لي سي أو سي بلس بلس، كله صح، كل هذه إجابات ممتازة، لكن دعونا في الواقع نتفق على لغة نبدأ فيها مرحلتنا في عالم السايبر سيكوريتي. تعالوا نبدأ لغتنا ونتفق أن لغة البرمجة رح تبتدي بالبايثون، وبالتالي تكون معنا هي نقطة البداية. وإذا نتفق أن يجب أن نتعلم لغة برمجة ولتكن هي البايثون. والآن سأسألك سؤال آخر، هل عندك شغف؟ واسأل نفسك، هل أنت بحاجة للتعرف على أنظمة التشغيل؟ زي ما سألت أو كما سألت نفسك ماذا تريد أن تتعلم من قبل البرمجة؟ هل أنت ستنتقل من البرمجة إلى شيء آخر تتعرف عليه؟ ما هي الخطوات التي ستسلكها في مع لغة البرمجة؟ ولا هل أنت بحاجة للتعرف مثلا على الشبكات، على عناوين الاي بي ادرس؟ هل أنت بحاجة للتعرف على الدي ان اس، على أجهزة التوجيه، على هذه الأمور هاي كلياتها؟ هل أنت بحاجة أو هل هي ضرورية وأنت تحتاج إلى أن تتعرف عليها وتتعلمها؟ طيب هل أنت بحاجة إلى كتابة كود يمكنك من الاتصال بين جهاز كمبيوتر وكمبيوتر آخر؟ هذا لازم الأسئلة يجب أن تسأل فيها نفسك وتعرف أين الطريق الذي ستتجه إليه. تعالوا أيضا نسأل سؤال آخر، كيف ستتعلم ذلك؟ ما هي الموارد الموصى بها؟ كيف تنصحني؟ كيف أتعلم؟ هل أذهب إلى كل سؤال يخطر في بالي ويراودني أذهب لأجد الإجابة من خلال جوجل؟ طبعا أنا متأكدة الجميع يعتمد على جوجل، جوجل صديق رائع، لكن هناك مواضيع أو هناك موارد رائعة أيضا وعظيمة، تعالوا نتعرف على هذه الموارد. إذن بعد تحديد لغة البرمجة وبعد تحديد الأمور التي يجب أن تطلع عليها وأن تكون في دراية ومعرفة فيها، يجب أن تخصص الموارد أو المصادر التي من خلالها ستعتمد عليها وتعرف إجاباتها، وستكون الوسيلة التي ستأخذ منها علمك وفكر العلم الذي ستنتهجه. أول مصدر من المصادر الرائعة الموصى بها هو مصدر يعرف بـ Go by Example. في هذا الموقع سيظهر لك بناء الجملة ونوعها ويشرح لك كافة التفاصيل مع كل جملة كيف ستكون طريقة البناء لهذه الجملة، ويعطيك شرح تعليمي وكيف تبدأ ودليل البدء السريع. لكن طبعا إذا أنت كنت لا تحب القراءة والحصول على هذا النوع من النصوص وعندك مشكلة في القراءة وعيناك ستدمعان، فهناك بالطبع أيضا أسرة الفيديو على موقع يوتيوب، وهناك أيضا دورات يمكن أن تجدها أو تتعلمها من خلال أو تأخذها من خلال الإنترنت. بالتأكيد هذه هي طريقة صحيحة، لكن ابدأ بشكل مجاني، لا داعي لأن تدفع وأن تكلف على نفسك في مواقع غير مجانية. ممكن أن تستخدم موقع كود أكاديمي، فأنا أقصد أن هناك الكثير من الموارد المتاحة على الإنترنت ومجانية وتعلمك. هناك ناس تسأل ماذا عن موقع CTF، والمقصود في capture the flag، أو موقع hack the box، أو try hack me. هل تنصح أني بعد ما أتعلم لغة البرمجة أني أذهب وأبحث في هذه المواقع، أو أجعل من نفسي أتعلم بشكل متزامن
من خلال المواقع هذه وتعلمي للغة البرمجة. في الواقع يعني سؤال الإجابة على هذا السؤال تحتاج ترتيب أفكار. يعني يمكن تطبيق البايثون اللي بعد بتتعلمه على مليون شيء يعني. ففيك إنك تستخدم CTF في التدريب العملي القائم على التطبيق. يعني إذا بتحتاج إنك أنت بتشتغل بتتعلم لغة بايثون لكن في بدك تتعلم تعمل تطبيق وتدريب عملي، فممكن تستعين بالCTF اللي هو Capture the Flag، وبتكون بيئة تعلم عملية رائعة وهي أفضل طرق بصراحة التعلم. أعتقد أنه في الماضي أو في كان قبل هذا كله كان في هناك خمس أشياء برضو تعطي مسارات تعلم مثل البيكو CTF، وهناك كان الهاك ذا بوكس وهاك مي. لكن هل فعلا أنه أنا بحاجة إلى زيارة كل هذه المواقع وأجربها وأرى أي واحد فيهم قد يعجبني، أو أنه مثلا أبدأ بالبيكو CTF وبعدين أنتقل للمواقع الأخرى؟ أنا سأقول لك أنه ماذا لو ذهبت إلى موقع تراي هاك مي. بصراحة هو موقع يحتوي على مسار تعليمي مذهل. هاك ذا بوكس موقع يحتوي على نقطة بداية تعرض كثير من الأشياء الرائعة، وقد يعرفك على أساسيات اللينكس، ففيك أنت تروح وتشوف الإشي اللي يعتبر ممتع بالنسبة لك. لكن جرب، لو جربت البيكو CTF تعتبر يعني للمبتدئين جيدة ومناسبة. إذن أنا من وجهة نظري أبدأ بتعلم البايثون ثم أذهب إلى موقع أو تطبيق تراي هاك مي، لأنه سيسهل علي شغلات كثيرة. وفي نفس الوقت إذا كنت أنا بتدرب أو بتعلم لغة بايثون ممكن أستعين بكابتشر ذا فلاج أو CTF للتطبيق العملي. طيب بعد هذا كلياته سيأتي سؤال آخر، ما هي الشهادات أو الموصى فيها للحصول على أو تساعدني لتعلم، أو أنت بتنصحني بشهادات معينة على أساس أنه أجد فرصة عمل، أو تنصحني بشهادات معينة تفتح لي الأبواب؟ سأجيبك على هذا السؤال. هذا سؤال في الواقع صعب، لأن الشهادات تعتبر عامل مساعد عند البحث عن عمل. يعني أي شهادة مهنية لشخص يبحث عن عمل تكون شيء مساعد وتفتح له الأبواب وتفتح له الآفاق، وتكون فرصة إنه يجد فرصة عمل من خلالها. لكن أنت كونك ستكون في السايبر سيكوريتي فيجب إنه يكون عندك شيء عملي تعرضه، يجب إنه الطرف الآخر يعرف كفاءتك، أنت ماذا يجب أن تعطيني، ماذا يمكن أن تحقق. فهذا أكثر شيء قيم بالنسبة لصاحب العمل، ويجب في كثير من الأحيان أن تثبت ذلك بشهادات. لذلك هذا يعني الشيء بيساعدك على أنك تثبت كفاءتك وتثبت قدراتك وتظهر عملك للآخر. فمثلا أنت من خلال هاك ذا بوك ممكن يكون عندك منتجات ومشاريع خاصة شخصية، ومن خلال حسابك تعرض هذا الحساب على في أي فرصة عمل، وكل هذا يعطي انطباع جيد لصاحب العمل. وعند سؤاله ماذا فعلت أعطيني إثباتات بالشغل اللي أنت عملته، فأنت ممكن تيجي تحكي له والله إنه أنظر إلى هذا وإلى هذا، هذا كان إنجازي من خلال هذا الموقع. أعرض حسابك مثلا على الجيت هاب، أعرض موقعك على ويب، على بلوج، هذا كلياته قد يساعدك على عرض إمكانياتك وماذا فعلت من أعمال أو من إنجازات في هذا المجال. الآن نأتي إلى موضوع آخر للنقاش، أو من الأسئلة التي يتم سؤالها لي من الشغفين، يعني خصوصا المبتدئين، لعندما يسألوا أي شهادات تعتقد أن المبتدئين يجب أن يحصلوا عليها في مجال الأمن السيبراني. طبعا هذه نقطة شيء جيدة جدا للنقاش،
لأنه قد يقول لأنه في بيختلف من شخص لآخر. يعني أنت في الواقع هل تريد أن تكون بنتستر أو تريد أن تكون إيثيكال هاكر؟ يعني لازم يتم تحديد، يجب أن يتم تحديد نقطة الارتكاز أو نقطة البداية، وتجعلها هي الوجهة المهنية الخاصة بك. فيبدو الكورس أو شهادة الـ OSCP مخيفة، لأنها ليست الحصول عليها ليس بالأمر السهل، فإذا بدأت فيها ممكن يجيك إحباط. لكن أنا بصراحة قم بتوصية الناس بالسيكوريتي بلس. السيكوريتي بلس من كومتيا، فعلا هذه شهادة جيدة ويمكنك أن تحصل عليها وتكون هي فاتحة باب لك في مجال السيكوريتي. طيب ماذا عن شهادات الشبكات؟ هل هناك شهادات أخرى أحصل عليها أو تساعدني، أو ربما يكون مثلا بنت في السيكوريتي بلس أو بنتستر أو بنتست بلس، أو أذهب إلى الـ OSCP؟ هل يمكن أني أقفز مباشرة إلى الـ OSCP؟ يعني ما أعطينا نصيحة. هناك يعني ممكن في عام 2022 النقطة الجيدة أنه بعد ما تعرفنا على أن نتعلم لغة برمجة اللي هي البايثون كوجهة أساسية كنقطة ارتكاز أولي، تحاول أنك تحصل على شهادة السيكوريتي بلس من كومتيا، then ممكن في مجال الشبكات الحصول على شهادة CCNA، لأنها تعتبر معرفة يعني فيها كل شيء يتعلق بالشبكات. إذا أنت كنت بحاجة لمعرفة لغة برمجة أخرى غير البايثون، في هناك لغة أخرى اسمها جولانج، فممكن تحاول تتعلمها. وبعد هذا كلياته إذا أنت تعلمت بايثون أو جولانج وأخذت السيكوريتي بلس من كومتيا وأخذت CCNA من سيسكو، فسيكون التحدي الآخر اللي هو الـ OSCP. فكانت يعني هاي تعتبر أهم شيء أنك تحصل عليه، وبذلك خلص أنه الأبواب انفتحت لك في مجال الأمن السيبراني. أحبتي، إذا كان هذا الفيديو الذي تحدثنا فيه عن كيف تكون البداية في مجال الأمن السيبراني وماذا يجب علي أن أفعل وكيف تكون وبماذا تنصحني قد راق لكم واستفدتم منه، فأرجو أن تكتبوا لي في الكومنت، تكتبوا لي والمواضيع الأخرى التي تحبون أن نتناقش فيها ونتكلم فيها في أي مجال، سواء كان في مجال الأمن السيبراني أو في أي مجالات أخرى. لكن الآن أستودعكم الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله، فكونوا في حفظ الله ورعايته، ولا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.